بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية قواعد اللغة. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى être و avoir au passé composé. إذن سنرى l'auxiliaire être و l'auxiliaire avoir au passé composé. طبعا الحال passé composé كما تنعرفوا بأنه زمان يتضمن l'auxiliaire avoir أو être ولكن في البخيزون زائد le participe passé الخاص بالفعل المراد تصريفه. إذن مثلا كما نرى عندنا هنا ست فيرب، عندنا سبعة أفعال، عندنا رومونتي، عندنا الفيرب مونتي، ثم لو فيرب ديريفي. إذن كمان نتكلم عن فعل مشتق، إذن نضيف له رو، إذن فنحصل على فعل آخر كما عندنا رومونتي. إذن يكون عندنا الفعل مثلا مونتي، ثم نضيف له رو فنحصل على فعل آخر مشتق من هذا الفعل. إذن مثلا لو فيرب فينير نحصل على انترفونير أو parvenir إلى آخره. إذا نتكلم عن هذه الأفعال الأصلية ثم الأفعال المشتقة منها بإضافة بعض الأحرف. إذا كما عندنا هنا عندنا remonter أو bien monter، ثم عندنا descendre أو bien redescendre، ثم عندنا entrer أو bien rentrer، ثم عندنا sortir أو bien ressortir، ثم عندنا retourner، ثم passer et le verbe repasser، ثم demeurer. قلنا monter remonter، descendre redescendre، entrer rentrer، sortir ressortir، retourner passer repasser، demeurer. إذن نأخذ le verbe monter. إذن في الحالة التي سنرونا، إذن نقول مثلا je suis monté sur la tour Eiffel. إذن je suis monté sur la tour Eiffel. أنا صعدت فوق كما نقول صومعة أو برج إيفل. إذن je suis monté sur la tour Eiffel. إذن نقول je suis monté. إذا لو verb monter هنا c'est un verbe intransitif. C'est un verbe intransitif يعني أنه فعل غير متعدي. كما نلاحظ pas de complément. Il n'y a pas de complément. ليس هناك متمم للجملة. نقول je suis monté. نقول je suis monté. يعني أنا صعدت. ثم sur la tour Eiffel. على برج إيفل. طبعا كما نعلم بأن la tour Eiffel c'est un complément circonstanciel de lieu وليست un complément d'objet. C'est un complément circonstanciel de lieu وليست un complément d'objet. إذن كما قلنا الآن le verbe monter ممكن أنه يأتي كفعل intransitif كما رأينا الآن je suis monté sur la tour Eiffel، أو ممكن أنه يكون transitif direct، ممكن أنه يكون متعدي مباشر suivi d'un complément d'objet direct، يعني أنه يكون متبعا بمتمم مباشر. نقول مثلا j'ai monté les valises au grenier، يعني أنني صعدت بالحقائب إلى الهري. نأخذ مثلا le verbe descendre. إذن le verbe descendre intransitif في حالة أنه غير متعدي. نقول مثلا je suis descendu à la cave، يعني أنا نزلت إلى la cave إلى القبو. je suis descendu à la cave، أنا نزلت إلى القبو. مثلا كما رأينا فيما سبق le sous-sol تحت الأرض، إذن نقول لا كاف القبو. طبعا أيضا تطلق على أيضا ممكن أن تعني مخزن النبيد. طبعا مخزن النبيد يكون تحت الأرض، إذن نتكلم عن لا كاف. إذن je suis descendu à la cave. طبعا كما نلاحظ عندنا أه بين قوسين. طبعا إن كان المتكلم ذكرا طبعا لن نضيف هاد أه je suis descendu à la cave. كما نرى بأن le participe passé du verbe descendre عندنا هنا بين قوسين هاد أه. إذن إذا كان المتكلم مذكرا طبعا لن نضيف هاد أه. أما في حالة إذا كان المتكلم مؤنثا فهاد الحالة سنضيف هاد أه. إذن هاد أه التي يمكن أن نضيفها أو نحذفها هي أه الخاصة بالتأنيث. إذن نقول je suis descendu à la cave. هذه في حالة إذا كان le verbe descendre intransitif. ممكن أنه يكون verb transitif direct. إذا نقول مثلا j'ai descendu les escaliers à toute vitesse، يعني أنا نزلت الدرجة بكل سرعة. طبعا كما شرحنا فيما سبق وكأنني أنا فعلت شيئا للدرج. إذا طبعا سنستعمل هنا l'auxiliaire avoir. ثم عندنا le verbe entrer يعني دخل. إذا في الحالة التي يكون فيها intransitif نقول مثلا je suis entrer ou bien je suis rentré dans la maison. انا دخلت الى المنزل. اذا طبعا نفس الشيء في
في حالة إذا كان المتكلم مؤنثا سنضيف هاد أه لهاد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل أونتخي كما نرى جسوي أونتخي دون لا ميزون أنا دخلت إلى المنزل. في حالة لو فيرب أونتخي إتان فيرب ترانزيتيف ديريكت في حالة أنه يكون متعدي بشكل مباشر نقول جي أونتخي أن موكلي دون لو موتور دو ريشيرش يعني أنا أدخلت كلمة مفتاح في محرك البحث. إذن أنا أدخلت كلمة مفتاح مثلا أنا سأبحث عن موضوع التلوث إذن سأكتب كلمة التلوث في محرك البحث وسيبحث لي عن الموضوعات المتعلقة بهذه الكلمة. إذن أقول j'ai entré un mot clé dans le moteur de recherche. إذن عندنا الverb entrer في الحالتين عندما يكون intransitif وعندما يكون transitif direct. ثم عندنا الverb entrer. ثم عندنا الverb rentrer. إذن في الحالة التي يكون فيها intransitif إذن أقول مثلا je suis rentré chez moi. أنا دخلت عندي المقصود أنني دخلت إلى منزلي بنفس الشكل أضيف أه إذا كان المتكلم مؤنثا. في حالة أن لو فيرب غونتخي يكون أن فيرب ترانزيتيف ديريكت عندما يكون متعديا بشكل مباشر إذن عندما يكون متعديا بشكل مباشر أقول جي غونتخي لا فواتور دون لو غاراج. جي غونتخي لا فواتور دون لو غاراج يعني أنا أدخلت السيارة في المرآب. إذن هنا عندنا لو فيرب غونتخي سان فيرب ترانزيتيف ديريكت. أيضا نفس الشيء مع الverb sortir في الخارجة في حالة أنه يكون un verb intransitif عندما يكون فعلا غير متعدي أقول je suis sorti يعني أنا خرجت. ثم في حالة أنه غير متعدي dans le cas où le verbe sortir est un verbe transitif direct سنقول مثلا j'ai sorti les poubelles يعني أنا أخرجت سلات المهملات. في حالة le verbe retourner في حالة le verbe retourner في حالة أنه c'est un verbe intransitif أقول ماذا؟ أقول مثلا je suis retourné sur les lieux de mon enfance يعني أنا عدت إلى أماكن طفولتي. je suis retourné sur les lieux de mon enfance. في حالة أن هذا لو verbe c'est un verbe transitif direct إذن أقول ماذا؟ j'ai retourné la crêpe dans la poêle يعني أنا أدرت الفطيرة يعني أنا أدرت الفطيرة أو كما نقول نحن بالدارجة المغربية البغرير إذا جي روتورني لا كريب دون لا بويل يعني أنا أدرت هاد الفطيرة في المقلاة. إذا جي روتورني لا كريب دون لا بويل. إذا كما نرى بأن لو فيرب روتورني أنه يأخذ معاني طبعا أنه يصرف مع إتر أو مع أفواغ حسب المعنى الذي يأخذه. إذا ننتقل إلى لو فيرب باسي. إذا في حالة أن هاد الفعل ستان فيرب انترانزيتيف إذن أقول مثلا je suis passé vers 16h يعني أنا مررت حوالي 4 PM يعني أنني مررت بمنطقة ما بمنزل ما مثلا أو بمكان ما vers 16h يعني نحو حوالي 4 PM je suis passé vers 16h. ثم في حالة أن le verbe passé c'est un verbe transitif direct في حالة أن الـ verb passé c'est un verbe transitif direct في حالة أن الـ verb passé هو فعل متعدي مباشر أقول ماذا؟ j'ai passé du temps avec eux يعني أنا أمضيت الوقت معهم. لاحظونا je suis passé vers 16h j'ai passé du temps avec eux. طبعا الـ verb passé يعني مرة ويعني أمضى أو مضى. يمكن أنني أقول أنا مررت حوالي 4 PM أو أنني أمررت الوقت كما نقول أنا أمضيت الوقت j'ai passé du temps avec eux أنا أمضيت بعض الوقت معهم. ثم عندنا le verbe repasser. ثم عندنا le verbe repasser. إذن في حالة أن هذا الفعل intransitif عندما يكون غير متعدي نقول مثلا je suis repassé 1000 fois à cet endroit pour le revoir. je suis repassé يعني أنني أعدت المرور 1000 fois à cet endroit بهذا المكان pour le revoir لكي أراه مرة أخرى. إذا je suis repassé 1000 fois à cet endroit pour le revoir أنا مررت
ألف مرة بهذا المكان. أنا أعدت المرور، ما عدناش هنا جو سو باسي، عندنا الفيرب روباسي، عندنا جو سو روباسي ميل فوا، يعني أنني أعدت المرور ميل فوا، ألف مرة. أسات أوندوا، في هذا المكان. بوغ لو غوفوار، لكي أراه في كل مرة، لكي أعيد النظر إليه. كما نرى بنفس الشكل عندنا لو فيرب فوار، ثم عندنا لو فيرب غوفوار. فوار يعني أنك ترى شيئا، غوفوار يعني أنك تراه للمرة الثانية. إذن هذا في حالة أن لو فيرب غوباسي ستان فيرب انترانزيتيف، يعني أنه غير متعدي. لكن في حالة أن هذا الفعل ستان فيرب ترانزيتيف ديريكت، في حالة أنه متعدي بشكل مباشر، إذن نقول ماذا؟ نقول مثلا جي باسي سيت شوميز افيك ان فار ترو شو. جي باسي سيت شوميز يعني انني امررت سيت شوميز. هل تنقولوا احنا بالدارجه دوزت؟ اذا انا دزت، يعني انا مررت هذا المكان، انا دزت من هذا المكان، يعني انا مررت في هذا المكان. اما انني دوزت هذه القميجه بهذه الحديده الساخنه جدا، يعني انني سويت القميص بهاد الحديد الساخن جدا. إذن جي روباسي سيت شوميز افيك ان فار ترو شو. إذن عندنا جي روباسي، ثم عندنا جو سوي روباسي. كما نرى في الآلة بأن لو بارتيسيباسي، كما رأينا فيما سبق أيضا بأن لو بارتيسيباسي ديال الفعل أنه يتأثر بهاد جو. إن كان المتكلم مؤنثا نضيف أه لهاد لو بارتيسيباسي ما دام عندنا لوكسيليير اتر. أما في الحالة الأخرى كما نرى بأن الparticipasi مع الأوكسيليير أفوار لا يأخذ هاد أ. ثم عندنا دماغي، دماغي يعني قطنة أو سكنة بمكان. ثم عندنا دماغي يعني سكن بمكان أو أقام بمكان. إذن جسوي دماغي يعني أنا أقمت لا هنا sans bouger pendant un moment، يعني بدون أن أتحرك لمدة لحظة. Je suis demeuré يعني أنني بقيت لا هنا sans bouger، بدون حركة. Le verbe bouger المقصود به أنه فعل تحرك. إذن لا sans bouger، إذن هنا بدون حركة. Pendant un moment، لمدة لحظة. طبعا في الحالة الأولى نتكلم عن le verbe demeurer الذي يعني rester. إذن مدام أنه أقام في هذا المكان بدون أن يتحرك لمدة لحظة، المقصود أنه بقي في هذا المكان بدون حركة لمدة لحظة. ثم في حالة لو فيرب دوموري التي يكون ان فيرب انترانزيتيف في معنى ابيتي، اذا طبعا انه يقيم في مكان ممكن انه يبقى واقفا فيه للحظة، وممكن انه يقيم في مكان المقصود انه يسكنه، وهذا هو المعنى الثاني الذي عندنا هنا. اذا نتكلم عن لو فيرب دوموري المقصود به ابيتي يعني ساكنة. اذا اقول مثلا جي دوموري 10 دون سيت ميزون، يعني أنا بقيت أو أنا سكنت 10 سنوات في هذا المنزل. أنا سكنت 10 سنوات في هذا المنزل. جي دوموري 10 دون سيت ميزون. إذن هذه مجموعة من الأفعال التي تأتي على الوجهين. إذن ممكن أنها تصرف في معنى مع لوكسيليار أفوار، وممكن أنها تصرف في معنى آخر مع لوكسيليار أتر. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.